وخلال اتصال هاتفي من العاصمة الفرنسية باريس، أكد السيد أحمد محمد عبد الغفار مدير بعثة مملكة البحرين في أولمبياد باريس، أكد أن مملكة البحرين حاضرة في أولمبياد باريس من خلال 5 رياضات مختلفة يسعى لاعبو المملكة من خلالها إلى تحقيق إنجازات تاريخية. جهود البعثة الإدارية تقريبا بدأت قبل عام من تاريخ الأولمبياد، بحيث لكن تكثفت هذه الجهود خلال 6 أشهر الماضية، ودخلنا مرحلة التنفيذ وصول البعثة الإدارية في باريس تاريخ 20 يوليو. ومنذ الوصول عقدنا عدة اجتماعات مكثفة مع اللجنة المنظمة شأن تثبيت المشاركين المتأهلين، وعلى طول بدأ الوفد الإداري بالعمل على تحضير مقر البعثة والاستعداد لاستقبال أوائل المنتخبات المشاركة. مشاركة مملكة البحرين تشمل 5 رياضات، من ضمنها ألعاب القوى، الجودو، المصارعة، رفع الأثقال والسباحة. ونتأمل بأن تكون هذه المشاركة موفقة للاعبين، وأنهم يحققون إنجازات تاريخية حق مملكة البحرين، وإن شاء الله راح تكون يعني تنوع الرياضات تكون أكبر تنوع في تاريخ المشاركة الأولمبية لمملكة البحرين.